في تجربتي وأنا عميد دراسات عليا سابق وأشرفت على آلاف من الرسائل العلمية في الأزهر وخارج الأزهر. أيضا المشكلة الأساسية في التعليم في تنشئة الطالب. العلماء الأقدمون يقولون العالم لابد أن يقوم بواجب الوقت. يعني إيه؟ يعني الدراسات الجامعية عندما تصنع رسائل علمية ماجستير دكتوراه لازم هذه الرسائل العلمية تخدم المجتمع تحل قضايا المجتمع، لكن معظم الرسائل العلمية في وادي والمجتمع في وادي آخر. تجد مثلا أن طالبا وكثير يبحث عن مخطوطات في التفسير في الحديث في أصول الفقه قديمة ليس فيها جديد، ثم يأتي ويحققها ويخرجها ويطبعها وتزيد كتب الأصول كتبا وتزيد كتب الحديث كتبا وكتب التفسير. طب ما الجديد؟ أنا أقول نجب أن نبحث عن رسائل علمية تخاطب المجتمع، تخاطب حياة الناس. العلماء يقولون من هو المجتهد؟ يقولون المجتهد هو الذي يدرك النص الشرعي، بعدين قالوا يدرك الواقع المعيش، وبعدين قالوا وكيف ينزل النص على الواقع، يعني الواقع متغير.